ملفات أكثر خطورة تتعلق بالتواجد العسكري أو الميليشياوي التركي في ليبيا، وهذا يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر. هناك أيضا أمور تتعلق بالتدخلات التركية في بعض الدول العربية، هناك ملف شرق المتوسط، وضرورة أن يكون هناك توافق تام بين الدول المطلة على شرق المتوسط كي يتم الاستفادة من هذا الأمر. فكرة دعم تركيا للجماعات المتطرفة وليس فقط جماعة الإخوان المسلمين في بعض الدول العربية، كل هذه الملفات لم يحدث فيها اختراق تام ما بين مصر وما بين تركيا. حكومة تركيا ننظر بعد تقريبا 9 أشهر ستدخل إلى انتخابات، والآن الحقيقة هناك في أزمة اقتصادية الآن لا ننسى في تركيا، وهذه الأزمة الاقتصادية لا شك أن يكون هناك تحسن علاقات مع جيران ومع الدول، ويكون هناك تبادل تجاري، فلذلك هذه تحسين العلاقات بين تركيا وبين الحقيقة مصر أنا أعتقد سيفيد تركيا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا أيضا.